بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يطيب لي أن نلتقي اليوم الموافق 5 سبتمبر لنحتفل مع العالم أجمع بفطرتنا الإنسانية المحبة للخير، الخير الذي نوده لا لأنفسنا فقط بل للبشرية جمعاء. نجتمع اليوم في رحاب اليوم العالمي للعمل الخيري، والذي قررت هيئة الأمم المتحدة عام 2012 أن يكون عيداً سنوياً يذكرنا بالدور الحيوي لأعمالنا الخيرية لدعم أهالينا في ربوع مصر كلها ومساندة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلينا دون قيد أو شرط أو تمييز من أي نوع. فالعمل الخيري هو الوجه الحقيقي للإنسانية، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. تعلمون سيادتكم أن هيئة الأمم المتحدة قد وضعت هذا التاريخ وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية لتأصيل الوعي بأهمية الأعمال الخيرية واستدامتها، والتي تستقي روافدها من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، جنبا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعالة الذي يجعل المصريين جميعا ينتفضون لمؤازرة المحتاجين والتضامن معهم. وما من شك في أن أعمالنا الخيرية تسهم في القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله، الفقر الذي يعد جوهر التحديات التي تهدد أمن الإنسانية وسلامتها. إنه يحرم البشر جميعا من أبسط حقوقهم المتمثلة في الغذاء والمسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما أن الفقر يولد مجتمعا قليل الإبداع والإنتاج والتطور، فكلما كان المجتمع يعاني فقرا قلت الابتكارات والنشاطات التي تسهم في نهوضه، وذلك يعود إلى عدم توافر القدرات المطلوبة في الفقير. ولا يقتصر أثر آفة الفقر على إبداع المجتمعات، بل إنه يؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية أيضا، وذلك الأثر كافي لتدمير مجتمعات بأكملها وتهديد استقرارها ونجاحها من خلال انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة أعداد الوفيات. وليس أدل على أهمية تحدي الفقر من أن هيئة الأمم المتحدة تستخدم مؤشراتها لقياس مجمل التقدم المحرز للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. كما أن العمل الخيري يهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل والتضامن الاجتماعي بيننا، مما يؤدي إلى المحافظة على تعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمعات، وذلك من خلال ما تقدمه المنظمات والمؤسسات التطوعية من برامج ثقافية وخدمية لإصلاح ومعالجة مشكلات الأسرة والمجتمع. الحضور الكريم، في مصر أرض السلام تمتد جذور العمل الخيري الرسمي من مئات الأعوام، حيث شهد القرن 18 تأسيس أول جمعية خيرية على يد مجموعة من الجالية اليونانية بمحافظة الإسكندرية. بعدها تأسست أول جمعية خيرية مصرية بسواعد وطنية عام 1870 لتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا. وعلى مدار هذه الفترة الزمنية أضاء ربوع مصر كيانات وطنية شامخة تمارس العمل الخيري، وقودها تبرعات المصريين وسواعدهم، ومنها صندوق تحيا مصر الذي تأسس عام 2014 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية قومية تعالج قضايا اجتماعية حرجة تؤرق حياة فئات كثيرة من جموع المصريين. ولإنجاز هذه المهمة الإنسانية يتبنى الصندوق 6 برامج رئيسية تتمثل في: أولا برنامج الرعاية الصحية، ومن مبادراته علاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال. ثانيا برنامج التنمية العمرانية الذي يشارك في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة لقاطنيها مثل مناطق أو مدن بشائر الخير بالإسكندرية والأسمرات بالقاهرة. يختص البرنامج الثالث بالدعم الاجتماعي، ومن مبادراته حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بلا غارمين. أما البرنامج الرابع فهو برنامج الكوارث والأزمات، الذي يتيح التدخل السريع والمشاركة الفعالة
عندما يواجه المواطن كوارث أو أزمات غير متوقعة. خامساً، برنامج التعليم، حيث يدعم صندوق تحيا مصر جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والبرنامج الرئاسي لتأهيل شبابنا للقيادة. وأخيراً، يتعلق البرنامج السادس بالتمكين الاقتصادي الذي يوفر فرص عمل للشباب ويدعم المرأة المعيلة ويؤسس محال تجارية لرواد الأعمال. السيدات والسادة، على مر سنوات عمل الصندوق السبعة تضافرت منظومة عمل دؤوبة وتبرعات المصريين وجهد المتطوعين لتحقيق إنجازات غير مسبوقة أصبحت فخراً للعمل الخيري على المستويين الوطني والدولي. الآن تضم موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية رقمين قياسيين أنجزهما صندوق تحيا مصر بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة التبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم. لقد تحقق هذا الإنجاز الكبير بشراكة مع 22 مؤسسة مجتمع مدني كبرى وأكثر من 500 جمعية قاعدية منتشرة في قرى ونجوع الجمهورية. أيضا تتأهب موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق تحيا مصر، تختص بكل من 1 أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية على مستوى العالم بما في ذلك أجهزة الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي. 2 أكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز. 3 أكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي 1,000,000 كرتونة موجهة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها. لقد قدم صندوق تحيا مصر نموذجا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مصداقا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لرعاية الأسر المستحقة في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم الآن حيث أزمة كورونا وما فرضته على العالم من تكافل وتضافر للجهود. فقد أسهمت هذه الشراكات المؤسسية في مساعدة 1,000,000 أسرة مستحقة يعيشون في جميع قرى ونجوع الجمهورية. الحضور الكريم، بعد كل ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية نحن اليوم أمام إطلالة جديدة للعمل الخيري تدشنها هذه الاحتفالية التي أطلقنا عليها مسمى أبواب الخير، أبواب نفتحها معا لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لتصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون جنيه مصري بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة. هذا بالإضافة إلى 18 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وإلى جانب قافلة المساعدات الإنسانية التي نطلقها معا اليوم، فإننا نفتح أبواب خير أخرى للحب والرحمة والرعاية والتراحم وإنكار الذات وغيرها من المشاعر والأحاسيس النبيلة الخيرة التي نمنحها لأشخاص قريبين منا إعمالا لمقولة إن العمل الخيري يبدأ من البيت، لنتخطى بعد ذلك عتبات بيوتنا لمساعدة الآخرين خارجها. ولضمان استدامة روافد العمل الخيري علينا مواجهة تحديين رئيسيين على الأقل. يتمثل الأول في ترسيخ العمل الخيري في قلوب وعقول أجيال المستقبل. نحن بحاجة إلى تعليم وتدريب أولادنا كيف يكونوا خيرين بأن نكون القدوة الحسنة لهم. أيضا نحن بحاجة إلى تدريب أطفالنا وشبابنا في البيوت والمدارس على مهارة التعاطف مع الآخرين باعتبارها جوهر العمل الخيري ومحركه الرئيسي، وأن نشركهم فيما نقوم به من أعمال خيرية ونعبر لهم عما نشعر به من سكينة وراحة بال بعدها، ونذكرهم ونذكر معهم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. علينا كذلك أن نقص عليهم التأثير الإيجابي لأعمالنا الخيرية على المستفيدين منها وعلى نسيجنا المجتمعي كله. نواجه معا تحديا آخر حيث أصبح لزاما علينا استقطاب المزيد من المتطوعين واستهداف جميع الأفراد والأسر التي تحتاج إلى دعم حتى لا نترك أحد خلف الركاب.
مع العمل على تمكينهم اقتصاديا ليتحولوا بعد فترة من متلقين للعمل الخيري إلى مشاركين فيه. سيدات والسادة، ليس هناك شيء يطلق العظمة الكامنة بداخلنا مثل الرغبة في مساعدة الآخرين وخدمتهم، وإن المتتبع لتاريخنا يعلم يقينا أن المصريين جميعا كانوا دوما في طليعة الأخيار، ولن ينقطع الخير منهم أبدا، فالخير هم ولهم دوام الخيرية، وإن الخير باق فيهم ما دامت السماوات والأرض. يعلمون أن خدمة الآخر تجردهم من الإنسانية وتبعاتها من الأنانية وتبعاتها، كما يدركون جيدا أن الطريق المفروش بالورد لا يقود إلا إلى المجد. المصريون أيها السادة كالمطر يحيي الأرض بعد موتها، دأبهم النفع ليس في قاموس مصطلحاتهم الشر إلا إذا بدأ به وانتقص من حقهم. وختاما، ليس هناك كلمات تقال بعد قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمنة كربا من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكل عام والمصريين والعالم أجمع المحب للخير بخير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.